الله أكبر، دي بشق حي القابون، معناها 20/9/2012. بينما أهالي الحي مهجرون من منازلهم خوفا من الشبيحة حفاظا على أرواحهم، يقوم قوات الأسد بسرقة وحرقة وتدمير وقصف المنازل في هذا الحي المتواضع. الله أكبر، هذه هي عملية التطهير الذي يرويها التلفزيون السوري التابع لقوات النظام. الله أكبر، انظروا إلى الممانعة أيها العالم، هذا هو النظام الممانع. الله أكبر، ها هم لصوف الأسد. يأتون بالشاحنات كي يسرقوا الذي لم يستطيعوا حمله. الله أكبر، هذا ما تبقى من حي القابون. الله أكبر، هذا هو التعريف الدقيق للممانعة.